اليوم هذا الرسيتال عنوانه جاء ليخلصنا، فنطلب وليد المغارة ربنا وفادينا يسوع المسيح أن يضع سلامه في العالم أجمع، وخاصة في مدينتنا الجريحة مدينة الحسكة. فاليوم الرسيتال وهذه الأقوال وهذه النشاطات والتراتيل الروحية تفتح السماء وتقرب البركات إلى الأرض. والسيد المسيح الذي ولد في مغارة بيت لحم، نطلب منه أن يأتي ويعيش في قلوبنا ليصنع منهم مغارة لكي نعيش معه ويعيش معنا. فنطلب منه بركاته من أجل سوريا، من أجل الحسكة، من أجل الجزيرة، من أجل العالم أجمع. فإن كان الله معنا فمن علينا؟ نحن رح نقدم اليوم رسالة ميلادي بعنوان جاء ليخلصنا، وقدرنا انه في خلال هذه الظروف الصعبة اللي تمر فيها محافظة الحسكة من قطاع المي والحظر اللي كان في عدة أيام، يعني أنه نحن نستمر في تدريباتنا لحتى نقدم هذا الرسيتال لكل العالم المسيحيين، لحتى ننشر الفرح والمحبة لكل العالم اللي رح يجون يحضرون اليوم. وإن شاء الله يكون عيد سلام وخير على الجميع المسيحيين، وإن شاء الله ولادة السيد المسيح تكون ولادة جديدة لسوريا ونحل كل الظروف الصعبة. كل عام وانتم بخير. مناسبة عيد ميلاد السيد المسيح وقدوم رأس السنة الميلادية الجديدة، الحقيقة نحن الظروف اللي مرقنا فيها بظر الأزمة وبعدها مرض كورونا، كان العالم انضغطت نفسيا، وكان لابد نحن انه ككنيسة انه يكون في عندنا نشاط يخفف شوي من عباء المرحلة اللي نحن فيها. وكان كمان هو الاستقبال ميلاد الفادي حتى نحن يكون لنا ميلاد جديد إن شاء الله يكون مشرق ومزهر. اليوم جينا على كنيسة مار جورجيس بالحسكة عشان نحضر ريسيتال جوقة مار فرام السرياني، تعبوا كثير فيها ورح يكون ريسيتال كثير حلو، وعشان أجواء العيد وعشان نحسس هالعالم اللي مرق بظروف كثير صعبة بهالفترة أجواء العيد اللي رح تكون كثير كثير حلوة. واتمنى الخير لكل العالم والخير الكبير اللي رح يصير لقدام ان شاء الله، وان شاء الله العالم كله تكون بخير، والرسيتال رح يصير رح يحسس الكل بهجة العيد وفرحة العيد وينعاد على الجميع بالخير وبالصحة، ونتمنى الخير للكل.